السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة طبخ سمية. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير تحلية ديال الكراميل، مكونة من طبقتين، طبقة ديال الكراميل وطبقة ديال الشوكولاتة. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. مقادير ديالها بسيطة وكتجي لذيذة وتصلح هكا للسحور، فنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. الأولى غادي نحتاجو عندي هنايا واحد 600 مليلتر ديال الحليب، عندي النشا غادي نحتاجو واحد 3 المعالق، المايزينا 3 المعالق كبار، غادي نحتاجو واحد الكأس معمرش من السكر سنيدة، وغادي نحتاجو واحد الملعقة من الزبدة. هذه هي المكونات ديال الطبقة الأولى. غنمشيو الآن طريقة التحضير. طريقة التحضير، في واحد الإناء غادي نوضع ديك 600 مليلتر ديال الحليب، غادي نضيف عليها النشا. بالنسبة للنشا كيف ما قلت لكم غنضيفو واحد 3 المعالق كبار يكونوا عامرين ديال النشا، ملعقة الأولى، الثانية، ثم الثالثة. صافي، وغادي نخلط جيدا هاد النشا مع الحليب حتى كينسجموا بهذا الشكل. صافي، وغادي نوضع هاد الخليط ديالي جانبا. ناخذ واحد الكاسرول بهذا الشكل وغادي نوضع فيها داك الكاس ديال السكر سنيده، وغادي نوضعو على واحد العافيه مهيله. كتوضعو على النار بهذا الشكل وكتبقاو مره مره كتحركوا فيه بهذا الشكل، يعني غير باليد ديال الكاسرول كتحركوه مره مره والعافيه كتكون مهيله. شوفوا السكر ديالنا هو بدا كيذوب. صافي، كنبقاو غير كنحركوا فيه بهذا الشكل. صافي، ملي كيولي الخليط ديالنا ديال السكر كيف ما كتشوفوا بحال هكا، يعني كتبقى فيه غير ديك التكتلات الخفيفه. دابا غادي نبدا نحركوا بواحد الملعقه خشبيه باش كيذوب كله، يعني كيذوب داك السكر كامل. وكتحضيو مزيان مع داك الخليط ديالكم باش ما كيتحرقش الكراميل، لانه الا تحرق فكيعطي واحد المذاق مر وكيجي المذاق ديالو خايب بزاف وغادي تضيعوا التحليه ديالكم. اذا شفتوا انه سخن فيمكن لكم تحيدوه من فوق العافيه وتخلطوه بحال هكا على برا حتى كتشوفوا انه برد واحد شويه، عاد كتعاودوا ترجعوه، يعني حتى كذوب هذاك الكراميل ديالكم كيف ما كتشوفوا كيذوب داك السكر وكيولي هكا على شكل كراميل. صافي، ها هو الكراميل ديالي، دابا داك السكر داب ولا على شكل كراميل. دابا غادي نضيف له ديك الملعقه ديال الزبده وغادي نحاول نذوبها في هذا الخليط. هانتوما كاع المراحل كنديرهم قدامكم. صافي، بعد ما دابت هذيك الزبده كيف ما كتشوفوا ديك الملعقه ديال الزبده، دابا غادي نضيف داك الخليط، نضيف داك الخليط اللي حضرناه ديال الحليب والنشا. كتخلطوه في الاول عاد باش غادي تضيفوه. نبدا في اضافه الحليب بالتدريج وانا كنخلط بحال هكا شويه بشويه مع التخلاط. وفي هذه المرحله خصكم تكونوا حذرين باش ما يطيرش عليكم هذا الخليط، فكتخلطوا بحال هكا وكتضيفوا الحليب بشويه. صافي، بالنسبه لهذا السكر اللي كيتكتل عندنا بحال هكا فغادي يذوب مع الحراره لان الحليب كان بارد. صافي، حتى كنضيفو كله بهذا الشكل وغادي نبقى كنخلط حتى كنحصلو على كريمه اللي كتكون عاقده. فصافي، شوفوا الخليط ديالنا كيفاش كيدير وكيكون فقاعات كيف ما كتشوفوا، كتخليوه حتى كيغلى ودائما كيف ما قلت لكم مع التحريك. صافي، دابا غادي نطفي عليه النار وغادي ندوزو مباشره نوضعوه في الكؤوس. صافي، دابا غادي نفرغ هذيك التحليه ديالي في الكؤوس بهذا الشكل، فكتفرغوها وهي باقيه سخونه لانه الا بردات غادي تعقد وما تقدروش توضعوها في الكؤوس. فانا غادي نعمر غير نصف ديال الكؤوس لانني مازال غادي ندير الطبقه الثانيه. صافي، بعد ما فرغت الكريمه الاولى كيف ما كتشوفوا غنمشيو باش نحضروا الكريمه ديال الطبقه الثانيه.
المكونات اللي غادي نحتاجو في الكريمه الثانيه، الطبقه الثانيه، فغادي نحتاجو ديك 400 مليلتر ديال الحليب اللي تبقات عندنا. غادي نحتاجو هنايا الشوكولاته ديال الدهن، غادي نحتاجو بيضه، غادي نحتاجو كاس معمر من السكر سنيده، وغادي نحتاجو واحد جوج معالق عامرين مزيان من النشا. صافي، هذه هي المكونات اللي عندنا. نمشيو لطريقه التحضير. فواحد الكاسرول غادي نوضع داك الحليب، وغادي نوضعو فوق النار حتى كيوصل لدرجة الغليان. وفي هذا الأثناء غادي ناخد واحد الإناء، غادي نوضع فيه ديك البيضة، غادي نضيف عليها داك الكأس مع مرش من السكر، وغادي نخلط. ثم غادي نقوم بإضافة النشا. فبالنسبة للنشا غادي نضيف جوج معالق عامرين مزيان من النشا، فكتعمروا المعالق مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي، وغادي نخلط الخليط ديالكم جيدا حتى كتنسجم هاد العناصر، وكتولي عندنا بحال الشكل ديال واحد الكريمه كيف ما كتشوفوا. صافي، وغادي نضيف داك الان داك الحليب اللي غليناه، الحليب كيكون مغلى، وغادي نبقى نضيف بالتدريج مع التحريك. كنضيف غير شويه بشويه باش ما كيطيبليش داك البيض ديالي. صافي، الان غادي نرجع هاد الخليط ديالي بعد ما خلطته، غادي نرجعو لديك الكاسرول. صافي، بعد ما رديت داك الخليط هنايا، الان غادي نضيف القليل من قشور ديال الحامض، فنسيت ما ذكرته لكمش في المقادير، انا هنا كانوا عندي في المجمد باش كتحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض، او يمكن لكم كذلك تضيفوا السكر فانيليا. صافي، وغادي نوضع هاد الخليط الان فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتكون عندنا كريمه. فكتبقاو كتحركوا بهذا الشكل حتى كتكون عندنا كريمه، وكدير دوك الفقاعات. صافي، وكنطفيو عليها النار. صافي، ها هي الكريمه ديالنا دابا عقدات. صافي، غنطفي عليها النار، وغادي نضيف لها واحد الملعقه ونصف من الشوكولاته ديال الدهن. تقدروا كذلك تضيفوا الشوكولاته العاديه، كيبقى حسب الرغبه ديالكم. صافي، وغادي ناخذ هذا الخليط مباشره، وغادي نفرغوا فوق هذاك الخليط الاول اللي كيكون تماسك، فكيتماسك بسرعه، يعني ما كيحتاجش واحد الوقت طويل باش كيتماسك كيف ما كتشوفوا. فغادي الان غادي نفرغ ديك الكريمه الثانيه في هاد الكؤوس فوق الطبقه الاولى بهاد الشكل. هي باقا سخونه، فما تخليوهاش تتبرد، يعني كتفرغوها وهي باقا سخونه، باش هكا كتاخد الشكل ديال الكؤوس. صافي، وكتحاولوا انكم تقادوا السطح ديال ديك الكريمه، كتستعنوا بشي ملعقه او كتضربوها هكا مع اليد ديالكم باش كتجينا مقاده. صافي، وغادي ندخلها دابا للثلاجه كتبرد واحد المده ديال ساعتين، يعني خصكم تكونوا محضرينها من قبل، غير واحد ساعتين هكا باش كتبرد، كتبرد تماما وكتبرد الكريمه. صافي، وغادي ندوزو باش نزينوها. صافي، وبعد ما بردات التحليه ديالنا كيف ما كتشوفوا، و كتاكدوا بان بردت، يعني بردوا دوك الكريمات. صافي، غادي ناخذ واحد المصفات اللي غادي نوضع فيها الكاكاو المر. انا هنا وضعت الكاكاو المر، تقدروا ديروا الحلو، ولكن يعني مع هذيك الحلاوه اللي عندنا في التحليه فكتهرسوها بهذا الكاكاو المر. صافي، كنوضعها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وكيجي السطح ديالها يعني هكا اسود. صافي، غادي الان غادي ناخذ شويه ديال المكسرات، فكديروا اي حاجه عندكم، مكسرات او شوكولاته او اي حاجه بغيتوها، كتوضعوها هكا في الوسط باش كتزينوا التحليه ديالكم، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتقدموها بالصحه وراحه، كتجي رائعه ولذيذه، شي حاجه اللي سهله وبسيطه وكتوجد بسرعه وبزوج طبقات. نتمنى انكم تجربوها وبمكونات اللي بسيطه، فنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش دايره، فهانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي فعلا رائعه من اروع ما يكون. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى مع فيديو اخر. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبخلوش عليه بلايك، وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، واشتركوا في القناه الا كنتو اول مره كتزوروها، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم وانتقادات ديالكم في التعاليق، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش هكا العائله ديالنا تكبر والقناه ديالنا تكبر. ونتلاقاو في وصفه اخرى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.